فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الهجر للعصاة هل هو مشروع على كل حال، وهل له مدة محددة؟ إذا كان الهجر يسبب توبتهم فإنه يجب الهجر، أما إذا كان أنه يزيدهم ولا يتوبون فتستمر على مناصحتهم ولا تهجرهم، تستمر على مناصحتهم، فإذا لم يقبلوا ابتعد عنهم لا تصاحبهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.